نصر الله يوسع معادلة الردع والفصائل تنشد هيا إلى المعركة. هيا إلى المعركة عبارة ياما العراقيين سمعوها بمختلف الأصوات. هالأيام جاي ترتفع والوجهة هي القدس والمسجد الأقصى. ما الذي يجري؟ خلونا نشوف. باختصار، العراق مقبل على مرحلة توتر جديدة وما معروفة نتائجها. الشرارة بدت من السيد حسن نصر الله لمن أعلن معادلة ردع جديدة، والتكملة جاءت من الشيخ قيس الخزعلي اللي أعلن موقف الفصائل بالعراق. على لسان الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بكافة فصائلها، أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبكافة فصائلها أنها جزء من معادلة الردع هذه. نعم، الإعلان واضح عن الذهاب لجبهة حرب جديدة، ميدانها القدس وهدفها ردع إسرائيل. واضح أن الموقف ما كان عابر، لهذا السيد نصر الله اتلقاه بفرح غامر. إلى إخواننا في فصائل المقاومة العراقية بالشكر الجزيل على ما أعلنته قبل أيام في بداية محرم، على ما أعلنته الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية والتي تمثل جميع فصائل المقاومة العراقية عن استعدادها أو إعلانها أنها ستكون جزءاً من المعادلة الإقليمية في معركة المقاومة لحماية القدس والمسجد الأقصى والمدينة المقدسة. طبعاً الموضوع مو مفاجئ، طول عمرها الفصائل تقف مع محور الردع ويا ما قاتلت بسوريا، لكن هالمرة أكو شيء مختلف هو العراق، خصوصاً بعد الاتفاق على إنهاء المهام القتالية لقوات التحالف وبدء مهمات استشارية، وكان هذا هو مطلب الفصائل. فما عدا مما بدا يا فصائلنا، ما عدا إنه السيد نصر الله جاي يمر بظروف صعبة، وهناك جو من العداء يحيط به بلبنان. الوضع الاقتصادي والمالي مزري، البلد على وشك الانهيار، بعض اللبنانيين يحملوا المسؤولية، لهذا هو اليوم أحوج ما يكون للحلفاء، والفصائل العراقية أفضل حليف بهالمرحلة، لأن وضع العراق مؤثر بالمعادلة الإقليمية وممكن استخدامه كورقة ضغط هائلة لردع محور واشنطن تل أبيب. هسه شنو التداعيات المحتملة للدخول لهذه المعركة؟ أبرز التداعيات هي عودة الاستهدافات المتقابلة بين الفصائل والأمريكان، ولربما هالمرة يدخل طرف جديد هي إسرائيل. يعني الوضع رايح لاستعادة الفصائل لدورها القديم، وهو التحول إلى ملقط نار والوقوف بوجه المدفع. هذا الدور شفناه أيام الحرب بسوريا، لما مقاتلي الفصائل تقدموا الصفوف وقدموا دماء غزيرة، ومعروف لحضراتكم أنه أكثر المقاتلين بمعارك سوريا كانوا عراقيين. بس بالتالي لما انجلت الغبرة وانحسمت الحرب، ما حد قال الولد الملحة انعم الله عليكم. بشار الأسد نفسه شكر الروس والإيرانيين واللبنانيين وما وجه كلمة لفصائل المقاومة اللي نقضت نظامه. مع هذا، هاي مو التداعيات الوحيدة، بل هناك تداعي أخطر، وهو تشتيت الجهود بالمعركة مع داعش، لأن هناك جبهة خارجية جديدة راح تنفتح، وكلنا نعرف أنه داعش جاي تتحرك بقوة بالمناطق الرخوة مثل ضواحي كركوك وديالة والطارمية.
لهذا من المفترض بالفصائل تركز على هذا الخطر الداخلي وتنهيه، مو يروحون لمنطقة صراع بعيدة. العراق ما محسوب أصلاً ضمن معادلته. الخلاصة يعني الأذية، نحن ذاهبون لمرحلة اسمها يا أهلاً بالمعارك، ذاهبون لتوترات أمنية. أكبر المستفيدين منها داعش، وأكبر الخاسرين بيها هي الدولة العراقية اللي راح تنتهك سيادتها من الطرفين، وتظهر أمام أعين العالم كدولة فاقدة للسيطرة على هذا الملف. هسه تسألون شو وقت نخلص ونستقر؟ هاي بقت يم الله ويم حسن نصر الله.